بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، كيف حالكم يا أخوان؟ حرارة 30 طبعا. العش هذا اللي حطيت فيه الخمس بيضات حقت السوبر، سوبر جامبو والأولاد السوبر جامبو، ففقس ثلاثة ومات واحد، يعني بقى الحين عندنا بس فرخين من أصل خمس بيضات. الحمد لله شوية الأجواء تعبانة، والحمد لله طلعت لنا فرخين. هذه الحمامة يبغى لها تنظيف وتعديل، الأنثى هذه شوي حلقة تعبان، والله أعلم من كثر أنها تغر الفروخ، يعني بطن ورا بطن وبطن ورا بطن تعبت. عندنا هذا الزوج هو الوحيد اللي عنده بيض في العش الرصاصي، هذا الأنثى جالسة على البيض. والله المفروض يفقس، يعني المفروض يفقس اليوم بكره بعده، يعني بعطيهم ثلاثة أيام من اليوم، اليوم وبكرة وبعده ما فقس خلاص بشيك على البيض أشوف إيش مشكلته. أنا طبعا النظام زي ما تشايفين، هنا عصا، هنا عش، هنا عش طالع فوق، هنا عش نازل تحت، زي ما تشايفين هذه راح كلها راح تنشال، راح أجيب من هنا. شايفين اللوحين هذه اللي جنب بعض في الطرف، هذه وين راحت؟ هذه بجيب عصا كذا لوح على طول المحمية من أول الأجزاء من الجهة كلها كاملة، وأحط فيه 11 بياضة، ومن الزاوية هذه نفس الشيء نفس الارتفاع إلى ما هنا، وأحط فيه تقريبا يمكن يشيل 5 أو 6 بيضات. أوريكم أنا شغال عليها الحين، هذا اللي بيصير. طبعا هذا مشدود، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هذه 5 مشدودة، هذه 5 مشدودة، باقي هذه اللي هنا 6 7 8 9 10 11، هذه 11 راح أشدهم وإن شاء الله راح أثبته وأكمل لكم الفيديو. هذا البلبل حقنا ما شاء الله تغريد، يتجمعون عليه البلابل هنا إذا جلس يغرد، تجي البلابل بلبلين ثلاثة أربعة يجون عنده هنا يستانس عليهم. زي ما أنتم شايفين شديت هذه 10، الشكل الأخير راح ألغيه أساس إني في الزاوية هذه راح أحط عش بياضة للحمام الملكي، هذه 10 احتمال افك العاشر، لان طبعا بيجي هنا لوح بالعرض كذا من هنا، فبيصير هذا الزاوية هنا من هنا بتكون فاضية ومن هنا شوية تكون فاضية، عشان يكون العش الثاني هنا وفي الزاوية هنا احط بياضة حق الحمام الملكي، وهنا راح اكمل طبعا في الجهة هذه، يعني تقريبا 6 عشوش، يعني بيكونون 15 بياضة طول وعرض. الحمد لله اخوان ثبتته. طبعا كان عندي شوي صعوبة لاني ما كنت مرتب اموري، دخلتها طبعا هو شايفين على طول المحمية، فلما دخلته هذا جاي عرض، انا طبعا حاطه على اساس انه يمسك اللوح هذا، لان لو ما هذا موجود وهذا بعد اللي تحت مهم موجود كان هذا يزحف كذا، فاضطريت اني افكه من هنا وانزله بعدين اطوف اللوح هذا من فوقه، مشت معي العملية. وبعدين فكيت، اضطريت اني ارجع وافك هذه الاكسسوارات، اي اكسسوارات كانت موجودة هنا فكيتها، والحمد لله كانت سهلات شوي ما في ذاك الصعوبة،
وهذا هذه الصورة اللي راح يكون عليها. طبعا هذه 9 أعشاش، الجهة هذه راح تكون 6، يعني تقريبا 15 عش، ل10 أجوز زيبرا كفاية، غير اللي يمكن تضاف فوق مستقبلا. هذا في بيض اللي هنا. طيب ايش حاب اقول لكم، ايه طبعا هذا نزلته اللي هو عش فروخ اليمام، اليمام الملكي او الحمام الملكي، كان هنا وما كان في فتحات. انا سويت فتحات الان وقصرت الخشبه على اساس اني برجع اعلقه في محله. هذا محله ويحتاج بعد اقصره اكثر، ابغى لي اقص منه تقريبا 5 سم زياده عشان يرجع زي اول ورفيع عن عن الصناديق. شايفين هذا دم تقريبا في 7 دودات كانت موجوده هنا، هذه واحده يمكنها اكبر ومطلع الدم. اي عش مغلق للحمام الملكي راح يتعرض لهذا الشيء. طبعا اخوانهم اللي قبلهم واحد عاش الحمد لله، هو اللي كان لونه فاتح الحمد لله، صحته ممتازه واموره تمام تمام، مع انه كان ضعيف في الوزن، بس الحمد لله الان بدا يعتمد على نفسه وياكل وتعافى. اخوه للاسف جاته امراض وجاء قرص، ويمكن الدود كان له دور في هالشيء فطلعته من محميه ومات. وان شاء الله العوض من رب العالمين. هذا الاخوانهم البطن الثاني للجوز، هذا الطبقه الفاتحه اللي قلت لكم الالوان الفاتحه، هذا شكله راح يكون لونه فاتح له الكبير، الصغير قريب منه افضل من الطبقه من البطن الاول. البطن الاول طلع واحد فاتح الحمد لله، يمكن نقول 90%، هذا يمكن احتمال 95%. الثاني افضل من الاول، الاول كان لون عادي، هذا ان شاء الله انه افضل منه. برتب عشهم وارجع احطهم هنا بعد التنظيف. انهيت المهمه الحمد لله، مع اني ما كنت ناوي اني اشتغل بالطريقه هذه. هنا في 4، شايفين في 4 عشوش، هنا في 9، هذاك واحد فوق راح يبقى محله. راح احط الفضي هذا راح ينشال اللي معلق، وراح احط واحد قريب منه، يعني راح احط 4 فوق، 4 يعني بيكون 4 أو 5، يعني هم 9 احتمال احط 5 أو 4 عشاش فوق وكفايه. طبعا هذا راح اخليه لما من البيض يفقس او اشوف ايش وضعه. هناك راح احط فوق 2 أو 3، كل اللي هنا راح يلغي، كل اللي هنا راح يلغي، هذا فاضي راح اشيل السعف. هذا فيه فرخين، هذاك فاضي راح احطه هنا قريب من الفضي فوق. راح تكون هذه وضعية المحمية. طبعا انا حاط عشاش، مواد عشاش في الارض مكثرها على اساس اني ابغاهم يبدون من جديد في البناء. الحمد لله انهيت المهمة، هذا راح ينشال، هذا راح ينشال اللي هنا. العشاش راح تكون بس هناك هنا وفوق وهنا وفوق. اتوقع كذا افضل. هذا اللي في النص راح ينشال، طبعا في بيض، العصا هذه بعد راح تنشال او اني راح اخليها ما في اي مشكلة. المجسم الصغير هذا اللي معلق نشوف بعدين، على اساس انا ابغى اخلي الفضاء يكون الحركة فيه تكون سهلة. هذا الجديد طبعا ما لكم من هذه، وراح نطلع هذه الزايدة، راح اشيل العشاش والالواح اللي راح استفيد منها، والباقي راح ينرمى.
أتمنى اللي يعجبه المحتوى يشترك بالقناة، حط لايك، حط لنا تعليق، إيش رأيك في الطريقة الجديدة أو الوضعية الجديدة للعشاش؟ تحياتي لكم، في أمان الله.